بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رشيد غدوشي، مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية الجزائر. نحن متواجدون اليوم في هذا المعرض، هذا يعني الصالون الولائي للسياحة والترفيه للمنظم من طرف مديرية الشباب والرياضة، وإحنا يعني هذا المبادرة هذه يعني نثمنوها ونشجعوها، يعني كل القطاعات، لأن السياحة مش قطاع واحد اللي راح يقوم بها. فبالتالي الحمد لله لاحظنا باللي هذا المعرض هذا يعني من تنظيم مديرية الشباب والرياضة، هناك عدة يعني دي بارتنير كما يقولوا من حرفيين وكذلك الشباب، اللي خاصة ونحن في الفترة الشتوية وين هناك عدة أنواع من السياحة اللي راهي يعني في هذه الفترة هذه، من بينها السياحة الجبلية في مناطق الجبال وكذلك السياحة الصحراوية. احنا نغتنموا هذه الفرصه هذه باش نشجعوا الشباب باش يلتحقوا بكل انماط السياحه اللي موجوده على مستوى الوطن. ولهذا احنا نقولوا باللي المبادرات كما هذه لابد ان تتكرر، لانه الشباب يعني لازم يتعرف على المقومات السياحيه اللي راهي موجوده على مستوى الوطن وكذلك الانماط السياحيه اللي راهي موجوده. لهذا احنا رانا يعني الحمد لله حضورنا هنا في هذا المعرض هذا ما هو الا دليل على انه كل مبادره حسنه في المجال السياحي الا ونحن نثمنها. النقطة الثانية، المعرض هذا لاحظوا فيه باللي وجود حتى بعض الحرفيين اللي راهم يعني متواجدين هنا في يعني في هذا المعرض هذا، كذلك الحرفيين راهم يعني كيف يقولوا راهم يشجعوا هذا النمط نتاع السياحة الجبلية. لهذا نثمن يعني كل المبادرات اللي راهم يقوموا بها، وان شاء الله باذن الله تعالى ونحن مقبلين على العطله الشتويه ان شاء الله هناك يعني برنامج ثري على مستوى ولايه الجزائر. لهذا ان شاء الله كل الاماكن اللي راهي موجوده على كل الدوائر الاداريه الموجوده على مستوى الولايه راح تحتضن يعني النشاطات رياضيه سياحيه حرفيه وكل النشاطات الاخرى ان شاء الله.